أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال سيادته وزير الداخلية محمود توفيق وقيادات أكاديمية الشرطة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجراً لمقر أكاديمية الشرطة. رافقه خلالها السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قادة وزارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس حرص على متابعة برامج تدريب طلبة وطالبات كلية الشرطة مهارياً وبدنياً، مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية. وضع استعداد لتدريبات القوة البدنية. السلام عليكم. كل عام وانتم طيبين. أبدأ كلامي بأن أنا أهني الدفعة اللي موجودة، واللي أنا أفتكر النهاردة هيكون آخر يوم ليها في التدريب المركز بتاعها، وأتمنى لهم كل التوفيق. وطبعاً أمر عظيم قوي إن في خلال 3 شهور يحصل تغيير كبير قوي في حياة يعني الطلبة الجدد، وده أمر متهيألي إحنا محتاجين إن إحنا نبص عليه كويس، شوفوا قد إيه بالتركيز وبالانضباط وبالالتزام نقدر نحقق تقدم في مدة زمنية مش كبيرة. 3 شهور مش كتير قوي على التغيير الكبير اللي بيتم في حياة الطلبة والطالبات اللي بيتقدموا للكلية وبيبقوا موجودين معانا. أنا بهنيهم وبشكرهم وبشكركم أنتم كمان اللي هم الطلبة الأقدم على الجهد اللي أنتم عملتوه معاهم خلال الفترة ديت، وعلى الجهد اللي أنتم بتعملوه أثناء وجودكم في الكلية وبعد كده. وإحنا دايماً لما بنيجي نتكلم في المناسبات اللي زي كده بنأكد على معاني كبيرة قوي قوي، معاني التضحية ومعاني الالتزام ومعاني الواجب، الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا وحماية أمنها القومي وسلامتها، سلامة الدولة من كل شر أو كل مكر بيحاط بها. يعني بنقدم تضحيات مفيش كلام، لأن مفيش أبدا مهمة إلا ما تبقى المهمة دي محاطة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق منا كل ده. وبالمناسبة ما هو ده الكلام اللي احنا دايما بنكرره وبنقوله، بنقول إن هو اللي بيقوم بالدور ده مين؟ ما هي أسر مصرية بتقدم أبنائها وبناتها، وهي عارفة كويس إن التقديم ده قد يترتب عنه تضحية كبيرة قوي، لكن من أجل الوطن ومن أجل الدولة ومن أجل الاستقرار الناس بتقدم ده. كل المصريين أنا بتكلم، مش بتكلم على حد بعينه، كل الأبناء اللي موجودين هنا، الطلبة اللي موجودين هنا، الطالبات اللي موجودين هنا هم عبارة عن أبناء أسر مصرية عادية خالص. ونستمر في تدريبنا وفي تعلمنا أثناء وجودنا هنا، ودي الفترة اللي احنا بنجهز فيها نفسنا عشان بعد كده لما نخرج للحياة العامة في التعامل مع المواطنين ومع تحديات الأمن نتعامل معها بكفاءة بالمتطلبات اللازمة لها. مش هوصيكم ابدا على ان انتم دايما تبقوا في اعلى درجات الكفاءه واعلى درجات الجديه واعلى درجات الفهم واعلى درجات التعلم والتعليم، مفيش حاجه ابدا بتتحقق الا بان احنا نبقى
نأخذ بنصية التعليم والتدريب ونستمر على ذلك، بمعنى يعني مش معقول أبدا أن احنا نبقى حالتنا وكفاءتنا جوه الكلية كويسة قوي، إلا كمان مهم قوي أن احنا نستمر على ده إن شاء الله بعد التخرج. يعني مش عايز أكرر الكلام اللي أنا قلته امبارح وأطمن الناس على من خلالكم يعني على أن احنا ما عندناش إن شاء الله أي مشكلة في حاجة. طبعا في أزمة كبيرة زي ما قلت وكلنا عارفين وشايفين يعني بتمر بالعالم كله ولها تأثيرات كبيرة جدا علينا كلنا، مش على مصر بس، على العالم كله، في حاجات كتير قوي، في الطاقة، في سلاسل الإمداد، في يعني حالة استقرار للأسواق، الأسعار، كل ده ليه تأثيرات كبيرة. لكن احنا الحمد لله رب العالمين يعني عايز أقول بنحاول أن يكون تأثيراتها في الحد الأدنى ما أمكن، ونتمنى أن الأزمة دي تنتهي بسرعة عشان حتى يعني احنا خرجنا من أزمة كورونا ودخلنا في الأزمة دي، وده أكتر من سنتين وشوية، يعني احنا دخلنا على السنة الثالثة، وده عبء كبير جدا جدا على أي اقتصاد في العالم، مش على الاقتصادات الناشئة بس. فلكن الرسالة المهمة في الموضوع أن الأمور الحمد لله رب العالمين ما عندناش أي مشكلة يعني فيما يخص السلع الأساسية وحاجات الناس بشكل مستقر وآمن لشهور طويلة قادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الأزمة دي انتهت وما تطولش أكتر من كده. ودايما أقول لينا في المناسبات اللي زي كده أرجو إن احنا تعاملنا مع بعضنا البعض يتسم بالجدية والاحترام المتبادل والالتزام. واسمحوا لي أقول لكم إن عمر ما كان الانضباط أبدا هو شكل من أشكال القهر، لا، هو شكل من أشكال الاحترام والقناعة بأهمية الالتزام والانضباط لتحقيق المهام والأهداف اللي احنا بنبقى بنعمل من أجلها. مش عايز أطيل عليكم عشان عارف إن في يوم طويل النهاردة وفي أنشطة كتير هتتعمل، لكن خلوني إن أنا أقول لكم مرة تانية بمناسبة شهر رمضان ليكم ولكل المصريين كل عام وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا، كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حيث تابع السيد الرئيس تدريبات الطلبة والطالبات ومراحل الإعداد البدني. تقول لي حاجة؟ هيكون حاجة خاصة بالمنصورة يا فندم بلدي. منصورة. المنصورة يا فندم فيها الكثافة السكانية عالية والأحجام المرورية زايدة جدا يا فندم، وقت خروج الموظفين بتكون الوضع لا يطاق في المنصورة، مفيش أي يا فندم يعني شوارع جانبية أو أي تحويلات مرورية يا فندم، فالوضع بيكون مزدحم جدا. طب أنا هقول لك على حاجة، وكلامي مش تبرير، كلامي إيه؟ مش تبرير. إحنا عملنا أفتكر طريق المنصورة الجديد عمل الضفة الشرقية اللي على الترع هناك اللي هو من المنصورة لغاية 50 كيلو الأولين دول، صح كده؟ وشغالين في 50 كيلو التانيين، صح كده؟ كويس. احنا عاملين حسابنا ان احنا مع مبادرة الحياة كريمة ندخل على جوه المحافظات وجوه القرى وجوه المراكز، واحنا بنرفع الكفاءة، بنعمل تبطين الترعة وبعدين نحط الصرف الصحي وبعدين نشوف الكهرباء والغاز وبعدين ايه نعمل سفلتة للطرق الداخلية. ولكن عايز اقولك ايه،
وده مش مبرر يعني. إن حجم النمو اللي حصل لإسراء خلال الخمسين سنة اللي فاتوا أكبر من طاقة وكتلة المساحة الأرض المتاحة. إحنا المصريين عايشين على مساحة أرض ضئيلة جدا بالنسبة لعدد سكاننا. أنت بتتكلمي من أسوان لإسكندرية عبارة عن كتلة عرضها ما يزيدش عن 10-15 كيلو بطول الألف كيلو، ما يزيدش عن كده. وبالتالي أنتم حاسين إن الأرض مش سايعاكم. الأرض مش سايعاكم لأن إحنا كنا المفروض يعني نتمدد وننمو ونعيش على كامل الإيه؟ المليون كيلو اللي إحنا فيه الإيه؟ إحنا مش عايشين على المليون كيلو، إحنا يمكن عايشين على 65 ألف كيلومتر مربع بس. فأنت بتشوفي الحكاية إزاي؟ بتشوفيها ان انت مش عارفه تعيشي، مش عارفه تمشي. لكن انت مش عارفه تمشي عشان هنا مش بدافع عن الدوله ولا حاجه، انا بدافع عن الحاله، عن الفهم. عن ايه؟ الفهم اللي هو احنا محتاجين. طب اجي اقول لك انت لي انا جت على اسراء انا عايز اقعد مع اهلي، اكلم حد تاني يقول لي لا احنا عايزين كلنا نبقى موجودين. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه. انتوا قاعدين على الاراضي الزراعيه تبنوا عليها لدرجه ان ما بقاش في مكان للزراعه بالطريقه ديت. طب وبعدين انتوا لازم نخرج بره في المدن الجديده اللي احنا بنعملها. بنعملها عشان ايه؟ عشان نخرج كتله سكانيه كبيره من المكان اللي موجود فيه في المنصوره والشرقيه. ما انت هتجد في الفيوق في المنوفيه على سبيل المثال الارض غاليه جدا والمساكن غاليه جدا. ليه؟ لان حجم الطلب اكبر من المعروض، لان مفيش ارض، مفيش ايه، ونضطر ان احنا نعمل على الاراضي الزراعيه. ليه؟ لان انا عايز الناس تعرف. لما سالت السؤال ده الكلام ده ما ينطبقش بس على المنصوره بالمناسبه يا اسراء، الكلام ده ينطبق على محافظات كتير. طب ما القاهره هنا، القاهره كانت مصممه على انها تشيل 4 مليون. كام؟ 4 مليون، واللي عايش عليها كام؟ ملايين من الناس. القضيه اللي موجوده عندنا اللي احنا لازم نفهمها كلنا ان احنا لازم نتغير. لكن لو احنا كلنا مصممين ان احنا نعيش في المنصوره او في المنوفيه او في الشرقيه مع اهالينا، طب ما هتبقى الدنيا كده. بتشتكي من الباعه لايه؟ طيب انا هسالك سؤال، وبالمناسبه انا مش مع ان يبقى في باعه جالين في الشارع كده، لا لا مش مع ده. لكن هسالك سؤال، تفتكر كم عدد الباعه الجائلين الموجودين في مصر؟ مليون يا فندم. اكتر. دول عباره عن ايه؟ بطاله. برافو عليك. مفيش فقر يعني، موافق. فرص عمل مش متاحه، فالناس يعني بيجيب عربيه يقف فيها يعمل له 70 80 جنيه كل يوم وخلاص. طب ما هيعمل ايه؟ ما هو ايه؟ هيعمل ايه الانسان ده؟ ده مش بس في المنصوره، في كل حته في مصر. واكتر من مليون، ممكن يبقوا 2 مليون كمان. ال 2 مليون دول المفروض كان ليهم اشغال ويشتغلوا. طب ما اشتغلوش ليه يا اسراء؟ مفيش فرص عمل. مفيش فرص عمل. طب ليه ما عندهمش فرص عمل يا اسراء؟ عشان الكثافه السكانيه عاليه. عشان عدد السكان ده كتير. عدد ايه؟ سكان كتير. السكان كتير. وعشان كده دايما هنا بنقول ان احنا فرصتنا في المنشات التعليميه اللي هي الداخليه دي فرصه ان انتم تتعلموا كويس قوي وتعيد صياغه افكاركم عشان الكلام ده ينتشر بينكم اولا، ثم بعد كده لما تخرجوا مع اسركم والمحيطين بيكم يتاثروا بيكم، يلاقوا فيه نموذج مختلف. مختلف مش الاختلاف عشان نبقى مختلفين، مختلف جيد، مختلف منظم، مختلف مترتب، مختلف منضبط، مختلف بيفكر واعي. انا عشان احل مساله في الباقه الجائلين في القاهره هنا عايز اعمل محلات كتير 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 وباسعار معقوله عشان الناس تقف فيها. ما عندي خيار من اتنين، يا تاخديهم وتمشيهم بعيد، الناس دي تاكل ازاي؟ تاكل ازاي؟ بس انا عايز اقول لك انا كمان في النهايه لو انت النهارده قلت ان 2 مليون دول ما لهمش مكان ويلا امشي من هنا، وبعدين محدش يعمل كده، محدش يحل المساله بان هو ايه يقول لك الامن يتصرف. احنا نتصرف. انا كمحافظه اتصرف، اشوف اماكن فاضيه جوه المحافظه واجهزها محلات بسعر مناسب. بسعر ايه؟ مناسب. واجيب الناس دي تقف فيها وارقيها واطورها. دول اهلنا. دول ايه؟ اهلنا. هديكي مثال،
وانا وزير للدفاع كنا بنطور طريق مصر اسكندريه الصحراوي. كان ايه؟ بنطوره. فجم المسؤولين عن الطريق بياخدوا مني تصديق ان هم يخلوا الباعة الجائلين. اعمل لي محلات. قلت له ايوه اعمل محلات. وخد الناس الباعة الجائلين دول حطهم في المحلات. مش كده اللي حصل؟ لو انت رحت على الباعة الجائلين دلوقتي اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ده اللي على اليمين والشمال دول هتلاقيهم ان هم كانوا موجودين في الاول واقفين اي حاجه كده يعني. لازم نرقي نفسنا ونغير حياه الناس بفكر. لكن الاول ما نجيش نقول ايه؟ طب اوديهم فين؟ طب الناس دي تروح بيوتها ازاي يا بنتي؟ الناس دي تروح بيوتها ازاي؟ احنا عايزين نحل المساله كده نغسل ايدينا بسرعه. لا 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 انتوا لازم تبذلوا جهد وتشقوا مش حضرتك. احنا كمحافظ، احنا كمحليات، احنا كمسؤولين موجودين جوه المحافظه ندور على اماكن نحط. انا حطيت عملت تحت الكباري محلات. ليه؟ بزود حجم المعروض. بزود ايه؟ حجم المعروض. وبدل ما الكوبري يبقى شكله من تحت منه مش لطيف، بقى في تحت محل لطيف والناس قاعد حد فيه يبيع ويشتري ياكل عيش ويبقى المنظر مختلف. فكره. لكن احنا النهارده انا بتكلم بس على حته الطرق، وبنتكلم على حته الباعة الجائلين، وبنتكلم على الزحمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. ما تبصوش للموضوع اللي انتوا شايفينه ده على ان ده قصور من الدوله. لا لا، دي حاله مصريه. دي ايه؟ حاله بلدنا. ازاي نحلها؟ مش انا لوحدي ولا الداخليه لوحدها ولا المحافظ لوحده، كلنا قلبنا على قلب بعض. الغلبان ده في رقبتي ورقبتك يا اسراء. الغلبان اللي بنتكلم عليه ده ايه؟ امال ايه؟ ولو احنا ما كناش كده احنا ربنا يحاسبنا يا بنتي. ربنا ايه؟ يحاسبنا. امال ايه؟ ازاي النهارده اقول عندي 2 مليون بائع جايل؟ يعني 2 مليون اسره يا بنتي. طب حد مش موافقني من الشابات اللي موجوده؟ اتفضلي. حضرتك بتعامل الانسان كبني ادم، عشان كده الناس كلها بتحب حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي ما اتعاملتش بالقوه ان انا هشيل الناس دي مش من هنا، لا حضرتك فكرت فيه الاول كبني ادم قبل ما نفكر في الحل، وده في حد ذاته حاجه يعني تدل ان احنا تحت قياده عظيمه بجد. احنا مع بعض يا فندم هنقدر نتطور من الموضوع، وان احنا نقدر مع بعض كشباب وكاسر وككل ان احنا نحسن من صوره البلد، وفي الوقت نفسه نحافظ على البني ادم اللي موجود ليه. البني ادم ده مش لوحده اللي احنا بنتكلم عليه ده. وبالمناسبه في ناس كتير قوي. الامور دي كلها محتاجه مننا كلنا وعي ورفق. وايه؟ رفق بالناس. وده اللي شغاله عليه كليه الشرطه هنا يا فندم. هي شغاله علينا كفكر الاول، وبالتالي كبدنيا، بحيث ان احنا نطلع. هي بتخرج اجيال تعرف تتعامل مع الوضع ده ازاي، وتعرف ان هي تفكر بفكر حديث بفكر سيادتك ده يا فندم. بفكرنا كلنا. ايه تاني؟ طالبة الضابطة أميرة السيد يا فندم، بكالوريوس علاج طبيعي امتياز مع مرتبة الشرف يا فندم. ما شاء الله. أنا حابة أشكر حضرتك على تشريفك لنا يا فندم في كلية الشرطة. ثانيا يا فندم أنا حابة أشكر انضمامنا لكلية الشرطة يا فندم من خلال الوزارة إن هي اختارت أفضل العناصر النسائية. ثانيا يا فندم حابة أشكر كلية الشرطة على الانضباط اللي هي وصلتنا فيه في اليوم 87 يا فندم. وصلتنا لحالة انضباطية يا فندم لما نخرج لأهلنا هنتشرف بيها يا فندم. طبعا. وصلتنا لحالة علمية، خدنا قانون يا فندم. احنا كنا بناخد مواد علمية، خدنا مواد قانونية. شاكرين. اتفضلي. طالبة الضابطة ندى أحمد محمد أبو المجد، كلية التربية الرياضية جامعة العريش. بشكر حضرتك يا فندم على التنمية في سينا والقضاء على الإرهاب العريش. طب الامور اتحسنت كتير؟ فندم من 2018 بعد العمليه الشامله، وفي تغيرات وتحسنات وبقينا في امان الحمد لله. ان شاء الله تتحسن اكتر من كده. حاجه تاني؟ شكرين.
السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بيكم، اسمحوا لنا رحب بيكم جميعا. أظن شايفين كل زيارة تشوفوا التغيير اللي بيحصل لأولادكم وبناتكم. يعني انتوا متوقعين ان هم ينزلوا اجازة امتى؟ كمان شهر ولا شهرين؟ كمان شهر؟ النهاردة؟ فان شاء الله تاخدوهم اجازة سعيدة ويقضوا معاكم. خليني بقى يعني ابدأ كلام ان انا اوجه لكم الشكر. بشكركم جميعا والله، كل الاسر، ان انتم يعني تفضلتم علينا وان انتم قدمتم لاولادكم وبناتكم ان يبقوا موجودين معانا هنا في صرح عظيم جدا من صروح الحمايه لبلدنا. صرح عظيم هنا اكاديميه الشرطه ووزاره الداخليه بتقوم بدور كبير قوي، وانتم عارفين ده كويس، ويمكن ده بان قوي خلال الكام سنه اللي فاتوا، وشفنا قد ايه احنا محتاجين ان احنا ولاد مصر وبنات مصر يبقوا موجودين يساهموا في حماية مصر من أي شر يعني. فأنا بشكركم جميعا يعني، ومش هنسى أبدا في المناسبة ديت إن أنا أوجه تحية وتقدير واحترام وإعزاز لكل أسرة شهيد أو مصاب من أسر مصر. مش هننسى أبدا يعني. وانا بقولكوا كده عشان احنا كلنا المفروض ما ننساش. انا والله مش هنسى، وما افتكرش ان في حد ممكن ينسى العطاء الكبير قوي اللي قدمته الاسر ديت لبلدنا مصر. مره تانية كل سنه وانتم طيبين، واهلا وسهلا بيكم، ورمضان كريم، والف مبروك لاولادكم وبناتكم ان هم انجزوا الفترة اللي هي الأولية ديت، ودايما دايما بخير وسلام. فمتشكر جدا جدا، وأجازة سعيدة عليهم. للطلبة والمرشحين خلي بالكم منهم إن شاء الله برضو، وأنتوا في الأجازة الولاد أو الشباب والشابات الطلبة خلي بالكم من نفسكم، وإن شاء الله ترجعوا بسلام لكل. وأنتوا طيبين، كل سنة وأنتوا طيبين جميعا، كل سنة وأنتوا طيبين جميعا. شكرين شكرين، شكرا جزيلا، شكرا. حضرتك بخير؟ انا سعيده، انا يعني في كل السعاده اللي شفت حضرتك. ربنا يخليك لمصر ويخلي جيش مصر وشرطه مصر. اللهم امين. واحنا بنحبك يا ريس، بنحبك واحنا في ظهرك. ومصر هتفضل دايما بدعاء ربنا طبعا فوق الكل طبعا. وربنا يعينك، ربنا يعينك، ربنا يعينك يا حبيبي. انا بحبك وبحب بلدي، عشان كده خليت ولادي كلهم شرطه وجيش. ما شاء الله. انا سعيده بحضرتك انك رئيسي، مش بس كده، سعيده بحضرتك انك رئيسي قدام العالم كله. ربنا يجبر خاطرك. لا لا، انا مهما اتكلم مش هاوفي ولا اقدر اقول حبي ليك ايه. لان انا بحب مصر وبتراب مصر طبعًا. وعارف ان حضرتك بتحبها، يعني الشاغل اساسي عند حضرتك. فربنا يعينك علينا واحنا في ظهر حضرتك. وانا النهارده عيد بالنسبه لي. كتر خير. انا عيد بالنسبه لي شفت حضرتك واولادك اسود، ربنا يخليهم لك. طالب ماجد. طالب ماجد سعد محمد زبر. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله يا فندم. مبسوط جدا يا فندم. هتقعدوا شويه بقى ولا ايه؟ انت عمرك تقعد يا فندم. اجازه سعيده. النهارده احسن يوم لينا يا رب. ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. مفيش جمايل. ولا اعرف فلان ولا اعرف عز الدين. هو اي حاجه هو راجل. الحمد لله. لا وضعه وربنا طبعا، وربنا فوق من الكل.
ربنا يخليهم لكم. شكرا. ألف مبروك. شكرا يا ريس. أهلا وسهلا. قول أنا مصر بلدي بفتخر بتربة أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي اليوم وهتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. أنا مصر بلدي ومش بقارن حبي ليها بحب حد، عنها كتبت في حبها وكل كلمة أنا قلتها من قلبي ليها كانت بجد. أرضي وبلدي من ده اللي عايش على أرضها وشايف دفاها وشعبها ومحبهاش، ما كفهاش كل الكلام تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حامين شعبها، تعظيم سلام يملى الوجود لولادها في الجيش على الحدود حامينها وإحنا في حضنها، تعظيم سلام لكل جند على الميدان كتب التاريخ قصة كفاحه، في البرد نتدفى بحيطانه وهو متدفى بسلاحه، وتحية للشهداء اللي راحوا ذكراهم ذكرى ما تتنسيش، ضحوا بحياتهم عشان كل البلد تعرف تعيش، وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبها وجيش العظيم بصوتي وبصوت البلد دي بنقول لكم كل عام وانتم جميعا طيبين، عمر الكلام ما يوفي أبدا حقهم، واقفين عصب ظهر وسند يحفظكم اللي زرع في قلوبكم دايما حبها، مطمنين عشان انتم دايما موجودين، يحفظكم خير الحافظين، ما يغيبش ولا صوت منكم، ما يموتش جذع فرع مال ولا يوم يهز الريح جبال، شفتوا المحال؟ فعلا رجال دايما يا ابطال قدها، بيكم بتباها البلد، بيكم بتباها البلد فعلا ولد، ياللي انت رافع اسمها ياللي انت ماسك بالعلم، كتب القلم كل التحية والاحترام، تعظيم سلام للي أسهل اللي قال إن الأمم تحيا برجالها وشعبها، تعظيم سلام لابن الوطن. جميل. بنحبك.